وحول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية الرائد أو رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري. سيد رائد، مساء الخير، أهلا بك معنا. استهداف المراكز الطبية في سوريا ليس بالجديد، لكن ماذا عن ربما الأعداد التي وثقتموها كدفاع مدني بالتحديد عن المستشفيات التي تم قصفها والتي خرجت عن الخدمة نتيجة القصف؟ مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله. هلا بصراحة يعني من نعم، الصوت لا يصلني بشكل واضح سيد رائد. هلا بصراحة من بداية 2013 بدأ الاستهداف الممنهج للمراكز الطبية ولفرق الإسعاف والدفاع المدني، ولكن أنا سأتحدث عن إحصائيات من شهر 9 2016 إلى الآن. نحن وثقنا 62 استهداف مباشر للمراكز الطبية، كان ضحيتها 59 شهيد و159 مصاب، هذا عدا استهدافات مراكز الدفاع المدني أيضا والفرق الإسعافي. ولكن طيب، هذه المستشفيات يعني بعد استهدافها، طبعا الاستهداف المباشر كما ذكرت وسقوط عدد كبير من الضحايا، تصبح إذن خارج عن الخدمة، بالتالي الآليات والمعدات الطبية أيضا تصبح خارج عن الخدمة، أليس كذلك؟ نعم، هلأ أي استهداف لأي مكان بشكل مباشر ويخرج عن الخدمة، ولكن أنا أقول أنه يخرج عن الخدمة بشكل مؤقت وليس بشكل كامل، لأنه هناك فعلا أشخاص يعملون ليل نهار على إعادة كافة المباني، كافة المنشآت الطبية إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن. نعم، طيب ماذا بالنسبة الآن وضع المستشفيات الميدانية، وضع المستشفيات بشكل خاص في الداخل السوري في المناطق التي تعرضت للقصف؟ عندما نتحدث عن محاولة إعادة بناء هذه المستشفيات كما ذكرت، ومحاولة إعادة بناء الكوادر الطبية والمستشفيات ككل من معدات وما إلى ذلك، إذا ما قيمت لنا الوضع الآن، هل هو يلبي الحاجيات؟ هلا نحن عندما نتكلم عن تلبية الحاجيات فنحن لا يعني بصراحة العدد الموجود من المستشفيات والمراكز الطبية وهو لا يلبي 50% من احتياج المناطق، ولكن هي تعمل بالطاقة القصوى لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات. لكن بعد عمليات الاستهداف الممنهجة نحن قمنا بمشروع مشترك مع مديريات الصحة في المحافظات لإعادة ترميم عدة مستشفيات، واليوم بالذات تم الانتهاء من عملية إعادة مشفى كفر زيتا للخدمة، وبعد عمل لمدة 3 أشهر بعد استهدافه واستشهاد طبيب، وأيضا كان هناك استهداف لمشفى الدفاع لمركز الدفاع المدني واستشهاد من متطوعين، قمنا بإعادة ترميم هذه المراكز والحمد لله اليوم عادت إلى الخدمة من جديد. شكرا لك على هذه المداخلة رائد صالح مدير الدفاع المدني السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية. ومشاهدينا، بعد هذه المقابلة إذن أنتقل الآن إلى دكتور محمد بالي المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود من المكتب الإقليمي بدبي. دكتور محمد، أهلا بك معنا، تابعت معنا ما قاله السيد رائد قبل قليل وحتى ما عرضناه في التقرير. المستشفيات تستهدف بشكل ممنهج في الداخل السوري، قال سيد رائد بأنه 62 مستشفى بالتحديد أو مركز طبي تم استهدافه في السنوات القليلة الأخيرة. أنتم كمنظمة، منظمة أطباء بلا حدود، ما توثيقاتكم عن الاستهدافات أو حتى توثيقاتكم عن الوضع الطبي الآن في الداخل السوري؟ مساء الخير. احنا كمنظمة أطباء بلا حدود سجلنا في 2016 ما لا يقل عن 71 هجوما، ومن هذه الهجمات يعني 45 منها تم وقع خلال في شرق حلب، وهذا فقط من فترة من يوليو إلى ديسمبر 2016. وهذا يمثل، نعم دكتور تفضل. يعني وهذا يمثل بالطبع خطر على المرضى وعلى يتم استهدافهم وينقص يعني القدرات للمستشفيات
المنظمة على أن تقدم عناية طبية للناس في المناطق. طيب دكتور محمد، منظمة أطباء بلا حدود بمقابل ذلك ما الذي تقدمه للنهوض بالقطاع الطبي في الداخل السوري في ظل ما يحتاجه المدنيون الآن من مستلزمات طبية ومن إسعافات أولية وما إلى ذلك؟ رغم هذه الهجومات ورغم هذا يعني القصف اللي تعرضنا له، منظمة أطباء بلا حدود موجودة وتساند مرافق متعددة داخل سوريا بما فيها معدات طبية وأدوية. وزيادة إلى هذا في الوقت الحالي نقدر نقول مرة أكثر من عام على تبني القرار 2286 القاضي بحماية تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاع دون أثر. وهذا منظمة أطباء بلا حدود تدعو مجلس الأمن الدولي لتطبيق الفوري لمضمون القرار حتى يتم حماية الطواقم وحماية المرضى ويتم معالجتهم في أمان. طيب من خلال تقاريركم الميدانية، من خلال ما تشاهدونه على الأرض، أبرز الحاجيات العاجلة التي الداخل السوري بحاجة لها خاصة في المناطق التي تتعرض للقصف مستمر؟ هي حاجات تروح من الحاجات يعني العادية ك معالجة روتينية إلى حاجات طبية معقدة، و هي تكون نتيجة لنقص نقص دخول الأدوية أو نقص توفر الكوادر أو الأطباء عدد الأطباء اللازم حتى يغطوا كل الحاجات. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. إذن دكتور محمد بالي المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود المكتب الإقليمي بدبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.